السلام عليكم ورحمة الله. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثامن، في هذا الدرس سوف نتعلم كيف نفهم الأشكال المتطابقة. وكلمة فهم هنا تعني تحديد الشكل يطابق شكل آخر أم لا. وبعد أن نحدد أنهما متطابقان، سوف نحدد سلسلة التحويلات الهندسية التي حولت الشكل الأول إلى الشكل الثاني. دعونا نبدأ الآن بهذا المثال، أو حاول أن تحل. عندنا بسيطة جدا في الأول، عندنا مستطيلان يا شباب أبعادهما 4×5، فكذا كلاهما 4×5 فهما متطابقان حتما. إذا كان السؤال هنا أوصف التحويلات الهندسية التي يعني تحول المستطيل باللون الأزرق إلى المستطيل باللون الرصاصي، بنستخدم هنا الشفافيات يا جماعة. بناخد شفافية ونرسم عليها المثلث ده بالضبط، بنشفها عليه يعني، ونطابقها الآن. انظروا يا أبنائي، هذا المستطيل في صورة رأسية، يعني هذا الطول وهذا هو العرض، فالصورة شكل أفقي. فنبحث عن تحويل يطابق. أولا طبعا في أكثر من حل. إذا بدأنا بإدارة هذا المستطيل بزاوية 90 سيصبح في هذا المكان، ثم إزاحة عدة وحدات إلى اليسار ثم إلى أسفل حتى ينطبق الآن المستطيل. انظروا تطابق على الصورة. إذن الحل هنا هنقول، وليكن نسمي هذه الزاوية O مثلا، هذه النقطة O أو C، هنقول دوران المستطيل الأزرق حول النقطة O بزاوية 90 كما ترى، بزاوية 90 درجة، ثم إزاحة تنقل هذا الرأس إلى صورته، وهي إزاحة وحدتين إلى اليسار ثم 5 إلى أسفل، 1 2 3 4 5، ثم إزاحة 5 إلى اليسار، 2 إلى اليسار و5 إلى أسفل. هذا هو كما ترون المستطيل تطابق على الصورة. مثال آخر مثلا لفهم التطابق، هذا مثال رقم 2، نحدد تحولات التطابق التي طابقت الشكل الأول إلى الشكل الثاني. هذا المثال له أيضا أكثر من حل. لما نلاقي يمين الشكل هنا، يمين الشكل أو الضلع QR يطابق الضلع PR AB، الضلع AB على اليسار وQR على اليمين، هنا يجب أن نعمل انعكاس حول أي خط رأسي حتى ينقلب الشكل ده يمين شماله إلى يمينه مثل هذا. هنا عمل انعكاس حول المحور حول الخط X يساوي سالب 1، يمكنك أن تعمله بدل من ذلك حول محور Y، ممكن تعمله حول الـ X يساوي 1 وهكذا. بعد أن يتحرك أو ينقلب الشكل بهذا الشكل، نعمل إزاحة عدة وحدات إلى اليمين إلى أسفل حتى تنطبق الشكل على صورته. دعونا نفعل نفس الشيء يا أبنائي في هذا المثال. هل الشكلان متطابقان في هذا السؤال؟ بنجيب شفافية يا أبنائي وبنرسم عليها شكل من الأشكال وليكن واحد، ونطبقها تماما. شايفين أنا رسمت مسبقا هذا الشكل، بنحط نقاط كده ونوصل بالمسطرة. الآن يا شباب هنروح، هل هذا يطابق؟ لو حاولنا يطابقه لا يطابق. عندما الشكل لا يطابق يا شباب، انظروا إلى شيء ممكن يساعدك في الحل. انظروا يا أبنائي، هذا الشكل الآن الخط الذي الرأسي هنا مقدار وحدتين أصبح أفقيا، وده دليل أن حصل دوران للشكل بزاوية 90. إذن أول حاجة نفكر فيها، إذا كان خط رأسي أصبح أفقي أو العكس، ده دليل أن حصل دوران. دوران حول أي نقطة؟ لو خدنا رأس الشكل ده يا جماعة أهو، وأدرنا عليه بزاوية 90 أهو، رأيكم بعد دوران هذا الشكل بزاوية 90 حول النقطة، وليكن نسميها أي نقطة، وليكن سي مثلا، أو ممكن نسميها بالإحداثيات النقطة 3 و7 مثلا، عندما دار الشكل أصبح أفقيا، أصبح في نفس اتجاه الشكل 2، ثم إزاحة، إذا أزحنا الشكل انظروا تطابق مع الصورة الآن. إذن أول حاجة هنكتب دوران حول نقطة سي بزاوية 90، ثم إزاحة، عشان تحدد الإزاحة حدد رأس وصورتها ويمشي بالإزاحة بهذا الشكل، كم وحدة إلى اليمين؟ 3 إلى اليمين، ثم 1 2 3 4 4 إلى أسفل، وهذا الكلام تكتبه في الحل. تكتب كده دوران بزاوية 90 درجة، بزاوية 90 درجة حول النقطة سي، وتسمي النقطة سي، ثم إزاحة بمقدار 3 هنا و4، 3 إلى اليمين لليمين، ثم 4 إلى أسفل، إلى أسفل. تأكد أنها 4 1 2
2 3 4 هكذا يا أبنائي تحل المسائل. مثال آخر، دعونا نأخذ مثال آخر. مثلا هذا السؤال يا أبنائي في التمارين، تمرين رقم 5. طبعا إذا كان عندي مستطيل مساحته 25 سنتيمتر مربع أجري عليه دوران وانعكاس أو إزاحة، ما صور مساحة الصورة؟ طبعا أنتوا عارفين الدوران والانعكاس والإزاحة من تحويلات التطابق، نقول مساحة الصورة هي نفسها 25 سنتيمتر مربع. وضح إجاباتك، لأن الدوران والإزاحة من تحويلات التطابق، أي يتطابق الشكل مع صورتك. في هذا التمرين عاوزين نتأكد يا جماعة إن هذا المثلث، هذا المثلث أو أي مثلثين متطابقين. بنفس الطريقة يا أبنائي بنروح نجيب مثلث هنا، وليكن المثلث زي ما أنت شايف DEF، نحاول نطابقه على المثلث ده. نحاول نأول طبعا المثلث ده لا يتطابق خالص، شكله ده أكبر من ده، شايفين المثلث ده ضلعه هنا 4 وده 3. نحاول نطابقه على ده، أهو مش جاي يتطابق. لو الاتجاهات مختلفة يا جماعة يجب أن يحدث انعكاس الأول. تاني ادي الشكل بتاعي، جيت اطبقه على ده مش نافع. ده دليل يا جماعه ان الاتجاه مختلف. يعني لو عملنا انعكاس للشكل، خلي بالك لو قلبت الورقه معناها عملنا انعكاس، هيجي الشكل في نفس الاتجاه ده يا جماعه، في نفس الشكل. انعكاس فين يا استاذ؟ تعال اقول لك ازاي نعرف انعكاس. الضلع دي اي يطابق الضلع اي بي، الضلع ده يمين الشكل والضلع اي بي هنا في اليسار. ده معناه يا ابنائي ان يجب أن يحدث إنعكاس، إنعكاس في أي خط، في أي خط رأسي. يلا نستعمل هنا بعيدا عن الشفافيات، أهو يلا نعكس في هذا الخط ده حل، وممكن تحل أنت حل آخر. نرسم خط رأسي ونعكس، الإف هي نفسها والإي صورتها 3 وحدات على الشمال، والدي صورتها 1 2 3 4 1 2 3 4، ونرسم صورة الشكل بالإنعكاس في الخط الرأسي اللي قدامك اللي هو إكس يساوي 5. بعد ما عكسنا الشكل أصبح في نفس اتجاه الصورة يا جماعة، نقول ثم إزاحة رأسية 1 2 3 4 5، 5 وحدات إلى أسفل. لما نيجي نزيح الشكل أو نحدد الإزاحة، نحدد نقطة واحدة وصورتها، نقطة واحدة في الشكل ده وصورتها. طبعا أهو يا جماعة زي ما أنتوا شايفين بالشفافية، آدي الشكل أهو، نقلبه، ناخد الشفافية نفسها ونقلبها، نقلبها كده عشان نعمل الانعكاس في هذا الخط. ثم أهو إزاحة رأسية أهو، شايف انطبق على الصورة تمام الانطباق. إذا نقول المثلث DEF يطابق المثلث ABC بانعكاس حول الخط X يساوي 5، ثم إزاحة رأسية 5 إلى أسفل. شايفين قد إيه الأمور سهلة؟ لما نشتغل بالشفافيات ونفهم إيه اللي بيحصل، الأمور هتكون سهلة جدا وممتعة كمان بالنسبة لنا. سؤال أخير هنا يا جماعة، مثلا هذا الشكل يا جماعة رقم 8. لو عندي هذا الشكل بيقول لي هل الشكل يطابق، او هذا السؤال بيجي في الامتحانات يقول لك ايه صف تحويلات الهندسيه التي طابقت الاي اف دي على هذا الشكل. طبعا هذا المساله لها حلول كثيره جدا، طلاب مبدعون النهارده حلوها. احد الحلول مثلا اللي احد الحلول اللي عجبتني، طالب نقل اف لاف شرطه بالازاحه، ازاحه 4 الى تحت وواحده الى الشمال، وبعدين قال لي ثم دوران بزاوية 180 حول النقطة F، طابق بالضبط، شايفين. حل تاني، في طالب تاني عمل دوران E، لما لقى الـ EF يعني الشكل اتجاهه كده، واخد بالك، والشكل نفس المطابق اتجاهه الناحية التانية، قال لي يا أستاذ ده دوران 180. فقال لي تقول طيب ازاي دوران 180؟ فهنقف هنا عند مركز الأصل وهندور ده 180. لما دار 180 درجة يا جماعة أصبح في نفس اتجاه الصورة، شايفين، ثم إزاحة، شايفين، ونحددها، جميلة جدا. إزاحة أنت بتحدد كم وحدة يمين وكم وحدة إلى أعلى وتقول الإزاحة. ده ملخص الدرس يا جماعة، هسيب لكم بقية الموضوعات حلوها في مسألتين، اكتبوا لي يلا في التعليقات، دي الواجب بتاعكم رقم 11 ورقم 14، قولوا لي إيه التحويلات اللي طابقت المثلث ده على المثلث ده، وأنا بسعد بتواصلكم معي دايما. شكرا، أتمنى أكون أضفت لكم اليوم معلومة جديدة، جزاكم الله خير وأشوفكم على خير، سلام.